تحت رعاية السيد فيصل بن عبد الواحد فقيه رئيس مجموعة بن رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، اختتمت مساء أمس بمركز أحمد الفاتح الإسلامي جائزة بن فقيه القرآنية أقرأ في دورتها الثالثة، التي تعتبر من أوائل المسابقات القرآنية المحلية المعتمدة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تنظمها جمعية خدمة القرآن الكريم بالتعاون مع شركة بن فقيه للاستثمار العقاري. بمشاركة أكثر من 900 طالب وطالبة، أقيم الحفل الختامي للذكور في جامع الفاتح الإسلامي لجائزة بن فقيه القرآنية اقرأ في دورتها الثالثة، فيما سيقام حفل الإناث يوم الاثنين الموافق 29 الجاري بمجلس عائلة الكوهجي بالجانبية. أول شيء أحب أذكر جميع القائمين ولجنة التحكيم والجميع من شارك في مسابقة اقرأ على دعمهم لهذه المسابقة. طبعا هاي الدورة الثالثة ولله الحمد، أن دورتنا الأولية بدأنا ب 300 وشيء مشارك، الآن احنا في السنة الثالثة ما شاء الله توصلنا إلى 900 مشارك، وهذا دليل على أن المسابقة لله الحمد في تطور دائم، وإن شاء الله في المستقبل تكون المشاركات أكبر من كذي، واحنا بالعكس نحب ان ابناء الوطن انهم يشاركون مثل هذه المشاركات، اللي بالعكس احنا تكون نفتخر فيها وتكون لها من المستقبل عائد على الجميع. مسابقة بن فقيه للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية محلية معتمدة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تنظمها جمعية خدمة القرآن الكريم بدعم من شركة بن فقيه للاستثمار العقاري، وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات مراكز وحلقات تعليم القرآن الكريم للوزارة، وتهدف إلى تشجيع أبناء وبنات مملكة البحرين على الإقبال على حفظ وتلاوة كتاب الله تعالى، فضلا عن اهتمامها بإبراز القدرات المتميزة والإبداعية لدى حفاظ وحافظات القرآن الكريم من مختلف محافظات مملكة البحرين. في الحقيقة وجدنا التنافس الشديد بين المتسابقين في جميع الفروع الثلاثة، الفائزين اليوم المكرمين العشرة ما بيناتهم أي فروقات في الدرجات إلا هي بين نص درجة وربع درجة، وهذا يدل على التنافس الشديد اللي كان موجود في هذه الدورة، وكذلك تقييم المحكمين اللي شاركونا في الدورة بتقييم يعني كان جدا دقيق ووفق الآلية المعتمدة في الوزارة. أصبحت المسابقات القرآنية المحلية اليوم تحظى باهتمام كبير من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بلغت إلى الآن 30 مسابقة قرآنية معتمدة، وتأتي مسابقة بن فقيه القرآنية التي يعني نحضر اليوم حفلها الختامي، ونسعد بوجود هذه الثلة من القراء الحفاظ المتقنين أصحاب المواهب القرآنية في الحفظ أو في التجويد أو حتى في الصوت والأداء، وتعتبر هي أول مسابقة قرآنية اعتمدتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وتحظى برعاية واهتمام من شركة بن فقيه، وأيضا باهتمام من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واعتناء بالمتسابقين الذين يعني يخوضون التصفياتها. تعد جائزة بن فقيه للقرآن الكريم اقرأ نموذجا متميزا من حيث جوائز المسابقة، حيث أنها رصدت جوائز قيمة لجميع الفائزين بالمراكز العشر الأولى في مختلف فروع المسابقة وللجنسين الذكور والإناث، فاتحة باب المنافسة بين كل حفاظ القرآن الكريم بمملكة البحرين للمشاركة في هذه الجائزة، إذ تعد الجائزة واحدة من المبادرات العديدة التي أطلقتها شركة بن فقيه انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وأهدافها النبيلة لخلق شراكة مجتمعية تسمو بشباب المملكة في مختلف المجالات. في ختام جائزة بن فقيه للقرآن الكريم بدورتها الثالثة، أثبت الشباب البحريني قدرتهم على تحقيق العديد من الإنجازات في السياق المحلي والدولي، والتي تضاف إلى سجل الإنجازات الحافل لمملكة البحرين في مختلف المجالات. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين.